لو الحكاية فيها إن فيديو. بالنسبة للموضوع بيع العربيات، وانا دلوقتي معايا عربية مستعملة انا جاي ابيعها هنا، ايه الضمانات عشان ما نضحكش عليه زي ما بقول يعني، واعمل ايه وازاي اخد احتياطاتي؟ بالنسبة للسوق انا بصراحة ما اضمنوش، انما احنا هنا كمعرض بيع بكشف بكل حاجة يعني، ما فيش لعبة هنا. المعرض انا زي انا ببيع، انا ببيع عربيه مستعمله للمعرض، ايه الادوات انا بعمل ايه؟ 1 2 3 انا اعمل ايه؟ وفي المعرض بيعملوا ايه عشان يضمنوا برضه ان العربيه دي كويسه؟ اهم شيء تكون اوراقها سليمه والعربيه بتتفحص وبيشوف لو لازمها بياخدها. الفحص عمليه الفحص بتتم ازاي؟ بتتم عن طريق ميكانيكي فني. نبقى عندكم ميكانيكيه بتجيبوهم في فحص في البنزينه، مهندس فني بيفحص العربيه. اي حد في المرور يعرفك كلها فحصها، ولازم يكون ورقه سليم ويكون في ضمان، لان يعني المعرض ما فيش هزار يعني. انا مديكم الورق اللي هو العربيه دي، عربيه مثلا بيجو 405 مع الورق بتاعهم، انت بتفحص الورق دي بمحامي ولا؟ والله هم مش يعني مش جديد عليهم الشغل اولا، وبيفحص الورق بتاعهم بيشوفوا اذا كان هو ورق يصلح او ما يصلحش، وبعدين في نفس الوقت لازم يفحص الورق، مش بيشتريها كده وبس. ما ياخدش حاجه مجاني، ده معرض معروف مش كده وخلاص يعني. طيب ده بالنسبه لان انا ببيع، لو انا بشتري بقى من اي معرض، انت معرض بتاعكم معروف وممتاز، في معارض بقى اللي هي يعني ايه بتتحايل على الناس وبيهم حاجات غلط. انا دلوقتي لما انا دلوقتي انت صاحب معرض، ازاي انا لما اروح اشتري حاجه من المعرض اضمن العربيه دي كويسه؟ كويسه، بتروح لمهندس فني، في بنزيمه خاصه بيها بيفحصها مهندس فني، ولو فيها نقص تلزم صاحب المعرض. لان مش معقوله صاحب معرض يبقى عنده نصب، لا مش عشان عندنا معرض، لا والله لازم يبيع بضمان. ما بتكلمش عليكم انت، انا بتكلم بشكل عام. انت نصايحك للناس، كل المعارض يعني زي بعضيها، ما فيش حد بينصب على حد. انت بتاخد العربيه بتاخدها وبيطلع معاك واحد من مسؤولين المعرض، وبتروح لمهندس فني في بنزينه وبتكشف عليها وبتشوف سليمه او مش سليمه، لو مش سليمه ما تلزمكش. بس ده اللي ماشي عندنا. طب بالنسبه بقى اللي هو هيروح يشتري عربيه من السوق العادي بره، هل انت تنصح بيه ان هو يعمل ايه اول خطوات اللي هو يعملها؟ يكون معاه ميكانيكي ويكون معاه كهرباء زي حضرتك ما بتقول، وياخدها بضمان استنى. معاه ميكانيكي وايه؟ ويكون كهرباء السيارات وكده، ويعرف السياره وضعها ايه وياخدها بضمان، مش اي حاجه. طب انت دلوقتي بخبرتك ازاي تعرف ان العربيه دي مسروقه او مش مسروقه؟ ازاي مش فيه ورق معاه؟ هو انا مغفل عشان راح اشتري حاجه مع ماشي، ما في اوراق مضروبه ولا هاي في لحظه دي معاه محامي ولا لسه اخد الورق دي يروح يكشف عليها؟ ترجع للمشتري نفسه، اذا كان هو واعي وناصح لازم يفحص العربيه ويتاكد من الورق بتاعه.